السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة محاكي المزرعة. بهذا الفيديو إن شاء الله راح نعمل شغلات جديدة مثل ما عودناكم دائما، بس راح تشوفوا دائما كل يوم راح ينزل فيديو عن هاي اللعبة. إن شاء الله راح من اليوم ورايح تشوفوا كل يوم تنزل محاكي المزرعة، تمام؟ يلي بحب يشوف الفيديوهات الثانية أو الألعاب الثانية اللي عم بلعبها بتروح بتشوف قناتي بالقناة الثانية موجودة تحت صندوق الوصف، اضغط عليها. هذيك القناة الثانية راح أتركها لشيء ثاني مخصص، يعني اللعبة مثلا نلعب جيم فورتنايت، جيم ببجي، جيمات شغلات، تمام. اما لعبة السلاسل او المحاكيات رح تلاقوها هون ان شاء الله، وهون لعبة الستريم مثلا اذا عملنا شيء ستريم عملنا شغله رح تشوفوه بعلي القناة ان شاء الله. وبس، وهلا خلينا نبلش بالفيديو. لست جو، لا تنسوا اهم شيء تصلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب نبلش نحكي. اول شيء انا رحت بهي الماب، دخلت حذفت كل شيء، مو حذفت يعني بعت كل شيء عندي، فانا طلع الناتج بالاخير عندي 650,000، بعت كل شيء املكه، تمام. فراح نبلش اليوم بماب جديد. طبعا راح اسوي مابين، هلا راح اترك، هلا راح نبلش بماب. لقيت الخريطه، بس انا كنت عم بحذف متلقيت شغلات او ذكرت شغلات لازم، يعني انه ذكرت شيء ممكن نعملها معكم، لان اغلبكم منزلين اللعبه مكركه، فاكيد عم بيعاني شوي من اللعبه، تمام. فلذلك عم بفكر انه العب اللعبه بدون ولا مود، ايش رايكم؟ الله بمبسطكيه بتصير. المهم خلينا ندخل نحن هون، ندخل هون نختار الماب يلي حكينا عنها. شوف انا في عندي هاي الماب حكيت لكم عليها وورجيتكم اياها بفيديو سابق، فهاي المود انا نزلته جديد بينتو بيرفكت، فلذلك رح العبه. ليستكم طبعا الشخصيه نفسها ما رح نغيرها، المودات في مودات انا حذفتها في مودات خليتها، فرح نترك شوي. وهلا بلشت، خلينا نعدل الكاميرا، تمام. ايه سو لما اجلس حالي بيطلع راسي فوق الكاميرا، ارجع بيرجع في الكاميرا. طبعا ايش حنسوي اليوم؟ رح نستكشف الارض، تمام، بنشوف ايش فيها، ليش الناس حبت نقلتها من الاف 17 يعني محاكي المزرعه 17 لل 20، ايش الميزات اللي فيها ما بعرف. رح نشوف ايش رح يعطونا. اوه اعطوني 1.5 مليون، اعطوني انا لاني فايت تمامي مالك شيء. لا نطلع. ها قد بدانا، اهلا وسهلا في ارضكم الجديده وبيتكم ودار اهلكم. اوه في بركه، نايس. هذا طبعا ما نقدر هون نطلع نشوفكم من برا. اوه عندي بيكام دايسون، حلو 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 حلو، جميل جدا صراحة. بداية هتكون حلوة، نستكشفها بشكل سريع سريع. هون عندي مثل هنجار صغير للمعدات الصغيرة، تمام. هون ايش في الحديقة؟ حلو، هي عندنا دركتور بسيط، نايس. عندنا محراث بسيط، جود. عندنا هون بذارة، جيد جدا. بس هلا نحن حنسوي طبعا شوية تعديلات على هذا الاشي. لو الارض حمراء، ايوه بالقديم ما كانت هيك موجوده، فهمت ليش هي حاطين هون الصاموعه. ولا شلون الارض انت ما في سياره نركب اسرع. اوه ما استوعب، خلينا نشوف هون. حاطين قطار كمان، ما القطار ما بعرف شالته، بس اتس اوكي خلينا نخليها روح اشتغلي، مع انه انت كلك على بعضك للبيع يعني ما منك فائده صراحه. مركز الشوب اكيد فاضي، تمام. هون مركز البيع. نايس. هذا مركز دياني ولا مصاري؟ هذا شو هذا؟ لا هذا مركز صيانه، فكرت تدين، لانه هو غالبا لازم يكون فيه مركز التدين. وهون هون مسكر من وراء، تمام. حلو، هون يمكن مركز بيع على ما اتوقع، ما بعرف، نستكشفه لاحقا. ايش في عنا هون؟ هون مركز الحيوانات، هون كاز ستيشن، محطة وقود، حلو. بس من انت صار الكاز ستيشن الو ايش اسمه؟ هون ايش هاد؟ سكر ميل، ايش بيسوون بالسكر ميل؟ قصب السكر والشوندر السكر بيشتروهم، تمام. حلو، شو هاي؟ اول مره اشوف هاي. هون بيشتروا كمان الملح، نايس، تمام. يعني بدايه موفقه، بس طبعا الجدير بالذكر انه هون ما في مكان للحيوانات، هيك بدكم تزعلوني. والله زعلوني، مو بده يزعلوني، ما في مكان بيع الحيوانات على فكره، يعني او مكان نربي فيه الحيوانات بشكل رسمي وواسع. على كل حال، عندنا طيارة. نقدر نركبها؟ لا. كلاحة الطيارات بلكن تضحكوا علي؟
والله يا صراحة أنا انصدمت، كنت متوقع أفضل من هيك بكتير. يعني الماب اللي بندخلها ما بعرف بنكمل فيها ولا بنكنسل عليها. أنا كان عندي مدرعات رجعتني لهون يا زلمة، كان عندي كل تركس مثل ما يقول بيعمل يترك بالأراضي. طبعا أول شي خلينا نجرب، إذا البيكام ركب تمام، إذا البيكام ما ركب عليها راح أروح أبيع هاي وأجيب تبعيت هذيك مثل أول ما كانت مركبة. عندي اثنين بيتركبوا على وحدة وأجي. لا والله ركبت ركبت تمام. مش هروح نفضي المحصول من عند التراكس لنوقف، خليني أصفه هذا هون أضبط أموره يستنى شوي. طبعا أنا مشان أستفيد من تراكتور، بس خلينا نشوف ايش الفرق بيناتهم اين هو الاكبر. هون 700 وش هاد؟ ايش قد حسته؟ 125 110، ما في فرق كبير يا زلمه، بيناتهم قد بعض تقريبا. طيب على كل حال خلينا نبيع هون. وين الشوب؟ مركز الشوب صار. والله شوب بعيد له، يلا بنروح بنستكشف الارض نحن وراكم التراكتور. يا عمي يا ابو صوالح، وانت اللي قال لك مالح، كله بيقول لك رايح، يا خي يا ابو صوالح، كله بيقول لك مالح، وطلعنا على الدرب ووصلنا راس القنبه. يا يمي يما قال ايش هي 2100 وندورة المحرك؟ مو انا ماشي صح؟ اي صح. تعرفوا ايش عم بفكر؟ اجيب ديركسيون جد. انا شفت ناس عم تطلع فيه كثير كثير شيء بنبسطي جد، بانه رح اترك لكم هاي القناه بس لمحاكي المزرعه، فعم بفكر انه لازم نحتاج هندركسيون. بس تعرفوا بدي اجيب هندركسيون لما نوصل 10000 مشترك. بس وصلنا 10000 مشترك رح اجيب هندركسيون. 10000 مستحيل افكر هذا الموضوع ابدا ابدا. فلوس يوك من هذا تجيب؟ يعني اذا همتكم هيك كل واحد داعى صديقه، يعني اليوم نحن 3000، اذا كل واحد داعى 3 اشخاص ايوه نرجع هيك، يعني اذا كل يوم كل واحد دعا 3 اشخاص يعني بنوصل رقم مليح خلال فترة منيحة. تمام باي 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 باي. شوفوا هون حقه 6300 تمام. هلا بدنا ندخل نشتري حقه بلاوي والله. الله شوفوا شوفوا، مع اني ما استخدمته ابدا. ها شوفوا هاي قد 6 متر. لا ما كثير طويلة هي، لازم ندور على شيء اصغر. كل حال احنا في عنا هون عنا هي 3 امتار 15 في حقة اتس اوكي مان، هاي لانه احنا متعودين اساسا نشتريها. تمام تمام، بس خلينا نجي شوية اصلاحات على التراكتور تبعي. بنكبر الميتور تبعه، بنقوي له محركه لانه هو اللي بده يحصد مو هذا. والله افضل خيار بنضل على خبزاتنا وجبناتنا وتراكتوراتنا احسن شيء. معلش خليه ياخذ هاي التكلفة اتس اوكي. تمام شوفوا اقلاعه بطيء بس صار يعني اسرع بينته. تمام اي صار عندنا تراكتور حدثناه كبرا ميتورو، الامور بومباستيكية. اعطينا 50000 مع انه هذا الاستثمار غلط، هو لازم كان نحن تعرف شو لازم مسوين؟ مسوين مزرعة لتربية الحصن، لأن الحصن كثير كثير ما كسب فيها، فلازم نسوي هذا الشيء لأن الحصن أربح شيء صراحة. يعني أنا حسب ما شفت الخنزير والحصن توم مربح. الخنزير شوف شلون شغله كثير مقابل الحصن، الحصن شغله كثير بس في مود مركبه فيخفف هذا الشغل. فلذلك راح أسوي هلا أول شيء مزرعة حصن. ليش؟ لأنه أنا عندي مود بس ابني المزرعه، ما بدي ابني سياج وهالشغلات هاي، فهي خذ لي راحتي بالشغل. عرفت شلون؟ مع انه هاي الارض الي ما خلص شلون؟ هاي الارض الي حلو. هلا بنسوي عليها شويه اصلاحات وتغييرات وتبديلات. انت يا التراكتور خليك هون واقف شوي، يمكن افكر اني ازرع فيه او اعمل فيه شوي ما بعرف، او ممكن ابيعه واخذ قرض واجيب ماكينه 6 امتار، او بلا كله على بعضه اساسا مالي بحاجة فيه. لاني بالوقت الحالي شوفوا 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 على السرعة شوفوا اوه يا حجي صار نشيط التراكتور بعد ما حدثنا له الماكينة تبعته.
هو انا بقول لك لازم نركبه لهذيك العربيه اشرف شيء. طبعا نحن راح نجيب حصن فلازم نزرع قوت. طبعا في مود كمان ركبته، هلا بورجيكم اياه ثواني. هذا مود هلا نزل جديد تازه يعني نقوله. تمام بس خلينا نفرغ. اي وين الصوامع انا عندي هون؟ هلا بنروح بنركب هذا البيك اب على التريلا تبعت الحجر، ايش اسمه؟ على التراكتور تبعي، ونروح ندور على مكان نحط فيه مزرعة الحصن. او صحيح ليش انا بدي اخذ هاي؟ طول بالك انا بدي تراكتور اجباري مشان اروح اجيب حصن، تذكرت؟ صحيح منيح ما ردنا. طول بالك خلينا نشوف وين بدنا نروح نبني مركز الحصن. شوفوا انا بشوف هون ارض مناسبة جدا. رقم ثلاثة مو انما، طيب تعال هون. طيب خلينا نروح نشتريها اول شيء. وين مكانها؟ هي هون. شوفوا هلا هون البيت. والله انا شايف هون موقع كثير ممتاز، ايش رايكم؟ هلا هون ما بصير. هون بصير. والله ما بدنا ناخذ الطبق. ايوه هون هيك بيرفكتو معلم. بس خلينا نديرها شوي. لا مو انت، بدنا نديرها هي نديرها مو انا. تمام ايش رايكم هيك؟ معلم على حرف الطريق ذهب. تمام هلا بدنا كمان نعمل اشي، نستأجر عربية لنقل الحيوانات. تمام هلا وين مكان بيع الحيوانات؟ اخر الطريق. يا الله والله حموت بالمصل. يا رب العالمين يا الله. ليش هذا يتسكر على الرؤية من وراي تماما؟ كأنه بس على اليمين، على اليسار ما في شيء. وصلنا مركز الحيوانات أخيرا. وصلنا أخيرا يا شباب، أخيرا 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 أخيرا. صارنا ساعة. الله بيقول لي ما معك مصاري. أتوقع هيك تمام، بس بدهم حقهم 40,000. أنا شقد عندي؟ لا ده كومبوزيشن. ما معي غير 30. تمام معناته لازم نروح ندين مصاري. شلون ندين مصاري معلم؟ شلون بدنا ندين مصاري؟ ها من هون. اي وحده؟ اي اثنين. تمام ايش خط صار معي انا؟ تمام صار معي 40,000. تمام اوكي يا طبعا هو ليش انا اخذت 8؟ انا انتم بجوز تسالوا هذا الاشي. انا ما ورجيتكم انه هاي الارض اساسا ما بيركب فيها غير 8 حيوانات اللي هذول تمام شفتوا؟ فيعني انا لاني بعرف فلذلك ما توقعت، عرفت شلون؟ فهلا بندور بالتراكتور. طبعا هاي الحيوانات نتبعنا اثنين. طبعا في مكان يسع واحد تاسع كمان، بس اكتفينا بخمسه. ليش؟ باثنين على العدد، وما بدي واحد يضل عندي مسدود بال شو اسمها؟ لان انا بدي افضي وارجعها بوقف استئجارها، لاني التنك عندي كمان تعبى وفي لوس مضل عندي. نايس تمام الله يستر. عم بينقل دولار 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 دولار. ليش كل شيء عم تنقص المصاري بسرعه؟ وصلنا الى الارض يا شباب، وصلنا الى الارض يا شباب. طبعا هلا وين بدنا نفضي هدول يا معلم؟ التفريق طبعا هي الكوع لازم نتعود نعرضه. حسب ما شفته هون لازم يكون التفريغ له. تمام تمام سبايك ستيشن. طب خلينا ننزل. طبعا اول اشي رح نلغي عقد الايجار تبعنا مع هاي هون. نلغي عقد الايجار، نسوي له رديت. تمام عشان ما نضل نوجع راسنا فيها. بعدين بنرجع هذا لورا. طبعا هنا بدهم مي حتى يعيشوا اكثر، بس ما راح اضل مضل معي وقت حاول لانه صار الفيديو كثير طويل، فراح نكتفي بهذا القدر لانه صار مضل معي وقت طويل وصار لي كثير عم بسجل صراحه. فلذلك ان شاء الله بالفيديو الجاي راح اجيب مي واكل لهم اوت وهالشغلات اللي بدهم اياها، ونكمل شغل جوا بالمزرعه، وان شاء الله بنقدر نعوض ال 100,000 اللي ما ضل عندنا منها غير 500 دولار. وبس يكون خلص الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك، وبستناك اليوم فيديو جديد وحلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده
وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.